زي ما اتفقنا مكاتب التوظيف زي ما احيانا بيبقى فيها حاجات بتقلقنا، لكن هم الناس اللي بتشتغل مظبوط عندهم تحديات رهيبه جدا. اول تحدي انا مش قادره اسميه قوي تحدي، لكن بسميه اهميه مكتب التوظيف. مكتب التوظيف بيعمل حاجه مهمه جدا، هو بيقلل الضغط على اقسام الموارد البشريه في الشركات، لانه المسؤول عن الموارد البشريه مش هيعرف يعمل نفس المهمه. زي ما كنا بنتكلم من دقايق، كل ما بتوسع الفرصه، كل ما بتعمل إتاحة وبتخليها لعدد أكبر من الناس، كل ما فرصة أنك تلاقي شخص كويس موجودة وحاضرة. فبالتأكيد الدور بيبقى أهم وأقوى عند مكاتب التوظيف من أنه شركة تقدر تتفرغ تعمل الدور الصعب ده. التحدي التاني بقى، هما كل يوم بيراجعوا عدد مش ممكن تتخيله من طلبات التوظيف. عارفين يعني إحساس كده أنه لما تقول مطلوب محاسب في بلد بيتخرج فيها 400,000 محاسب، ولما تقول عايز حد بيشتغل في السوشيال ميديا مثلا، وانت عارف ان احنا كلنا متخيلين نفسنا شاطرين في كلنا، يعني كلنا فاكرين ان احنا اجمد ناس في السوشيال ميديا. هما بيشوفوا عدد كبير جدا من الطلبات كل يوم. التحدي الثالث، وده كمان صعب، وخصوصا لو شخص بقى مش اجتماعي قوي، كم المقابلات اللي بيعملها مسؤول الموارد البشريه في شركه التوظيف مرعب. هو الراجل ده مطلوب منه طول اليوم يشوف بني أدمين من ثقافات مختلفة، من خلفيات مختلفة، وبتعليم مختلف، وكل واحد بقى وذوقه. التحدي الرابع، لما تبقى الشركة محتارة، يعني لما خلاص أنا قابلت ناس كتير وأنا عندي 8 كويسين، صعب جداً القرار، خصوصاً لو شخص متردد يختار مين فيهم. 8 غالباً ينفعوا للشغلان، صعبة، وبجد أعتقد كمان إنها مسؤولية ضميرهم بيوجعهم. التحدي الخامس، شركات التوظيف نوعين، نوع زي ما اتفقنا بيبيع أوهام، ونوع فعلاً هو شايف أو الناس شايفة إنهم بيحققوا لهم أحلامهم. هما بقى عندهم التحدي ده إنه أولاً يقنعك إنه هو بيقدم خدمة بجد، لا هو قادر يحقق لك أحلامك ولا هو بيضحك عليك، هو بيشتغل كويس. التحدي السادس، مكتب التوظيف مش بس حضرتك أو إحنا الزباين بتوعه، الزباين بتوعه كمان الشركات، فهو محتاج يقنع الشركات إن دوره مهم. ده تحدي صعب، لأنه بيحاول يقدم لهم حاجات كتير جداً لتسهيل الفكرة دي. التحدي السابع، في حاجة كده معروفة في الشركات الكبيرة اللي مشغولة طول الوقت، حاجة اسمها التوظيف المرن. يعني أنا عايز 50 شخص يشتغلوا معايا لمدة أسبوع، الشركة عمرها ما هتضيع وقتها في الموضوع ده، هتوديها لمكتب التوظيف. والحاجة دي بتتكرر مثلاً 3-4 مرات في السنة مع شركات كتير، فهو مطلوب منه عدد كبير من الناس في وقت قليل، وبيتغيروا وبيجي غيرهم. التوظيف المرن تحدي. التحدي الثامن، إنك تبان في وسط حد جنبك. شركات التوظيف، أنا ممكن بكرة الصبح أفتح شركة توظيف، وإنت ممكن تفتح شركة توظيف، مفيش تخصص معين يعني قاصر عليه انه حد يفتح شركه توظيف. طبعا الناس اللي عندها خبرات في الاتش ار هم الاشطر والاقدر، لكن هم بيتفاجئوا ان في سوق العمل شركات توظيف صعبه جدا ومن خلفيات بيبقوا هم مستغربين انها موجوده. التحدي التاسع، انهم يتحققوا انك تنفع ومناسب، وبالبلدي كده هتشرفهم، لان هو ممكن يختارك وممكن يقتنع بيك في الانترفيو، لكن بعد شهر يسمع كلام ما يعجبش من صاحب الشركة أو المؤسسة. التحدي العاشر، شركات أو مكاتب التوظيف اللي بتشتغل مظبوط ممكن ما تلاقيلكش فرصة النهاردة، لكن هي كأنها قاعدة بيانات كبيرة جداً، كل يوم عن يوم بتزيد. يعني هم ممكن يرشحوك لوظيفة وما تنفعش فيها، وممكن يرجع يرشحك لنفس الوظيفة بعد شهور، عشان كده دورهم مهم جداً. تحدي بقى إنك ما تتضايقش، وإنك تستنى، وإنك تصدق إنهم فعلاً لسه بيدوروا لك على وظيفة. خد نفسك شوية يا غالي، وارجع نكمل شغل عالي.